تقود الجزائر؟ من يحكم في البلد؟ من يسير الجزائر؟ إلى أين تذهب الجزائر؟ رئيس الجمهورية وهو الكادر مع البوندية هذو اللي بالإعلام هذا البوندية هذو يقول رئيس الجمهورية يطلب من السلطة الاستماع. من هي السلطة؟ السؤال هنا مطروح، من هي السلطة؟ مين هم اللي مسيطرين واللي بدهم يرشحوه؟ يعني أقول لكم هو باختصار أبناء الجواسيس اللي كانوا مع فرنسا والفراخ هذا اللي فرختهم فرنسا، يعني فرنسا. الجزائر منذ استقلالها كانت تحكمها المؤسسة العسكرية، أن مؤسسة الجيش بقيادة ضباط فرنسا هم من يستولوا على السلطة في الجزائر. إلا شفتوا معايا هاد التصويرة فهي الجنازة ديال الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، رجل كان على رأس الدولة لعشرين عام، مهزوزة الجثمان ديالو على مدرعة عسكرية مزيوقة بالورود ونويويرات ودايرين بها رجال الأمن باش يتدفن في مربع الشهداء بمقبرة العالية. شنو فهمتوا من هاد التصويرة هادي؟ صورة كتوحي لنا بالحقيقة ديال شكون فعلا كيحكم الجزائر. كل دولة في العالم عندها جيش إلا الجزائر، الجيش هو اللي عنده دولة وهو اللي كيحتل الدولة. مازال هاد المقولة ديال مؤرخ الثورة الجزائرية محمد حربي صالحة اليوم من هذا، من كابرانات في الجيش الفرنسي إلى جنرالات يحكمون الجزائر بالحديد والنار. من أول رئيس من بعد الاستقلال كاع اللي حكموا الجزائر كانوا عساكرية. تبعوا معايا مزيان غتفهموش اللابوكو. 29 يونيو 1992، مع الوحدة ديال العشوية، المكان المركز الثقافي عناب الجزائر. رئيس الجزائر محمد بوضياف من بعد 5 شهور مرة مشد السوارت ديال القصر المرادية وتوليه رئاسة الجمهورية كان طالع لايف في التلفاز على الهواء مباشرة كيلقي خطاب ما عليه ما بيه، تيقول الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم. أما عذكر العلم وهو ما يعلمه شنو حقيقة السياسة الجزائرية. فاتتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. وغتسمع في المنصة الرئاسية باق قنبولة غتفجر فلاسين وتقطع البت، الناس اللي كتفرج ياك لاباس اش واقع. شوية غادي يعلنوا على اغتيال الرئيس. كانت قرطاسة وحدة انطلقات من المجهول ما تجي غير في صدر رئيس الجزائر محمد بوضياف، طيحاته الارض وتقتل بوضياف. او شكون ملف عليه وعلاش قتلوه؟ المتهم رئيس كان ليوطنوف مجموعة التدخل السريع بالجيش الوطني الشعبي الجزائري، كانت مؤامرة. الاصابع ديال الاتهام اتجهت نيشان للجيش، الجيش اللي جاب بوضياف اللي كان هارب للمغرب في المنفى وردوه رئيس باش ينقض النظام، هو نيت اللي صفها ليه. اما الراي الاخر كيتهم المخابرات الجزائريه الدي ار اس باعتبارها مخابرات ارهابيه على حد تعبيره، واللي رئيسها الجنرال توفيق. هاد عمليه الاغتيال قدام العالم كامل بقات احد اكثر الالغاز اثاره في تاريخ الجزائر المستقله، خصوصا ان الرئيس بوضياف كان اول واحد كيهضر على المافيا السياسيه وقال القنوات الفرنسيه انا اعلن حربا على ملفات الفساد والمفسدين في الجزائر. أما النقطة اللي فيضات الكويس وهي بغى يزور المغرب. المغرب اللي دوز فيه 30 عام من حياته في مدينة القنيطرة ما خلاش وزير الدفاع خالد نزار، لكن بوضياف مشى بزز منه قال له ما كاينش اللي غيمنعني نحضر لعرس ولدي في المغرب ومشى. وفي عوض ما تمشي معاه فرقة ديال لي غارد كور، قولوا لي شكون مشى معاه؟ مشى معاه صاحب دعوته محمد بوعرافي اللي هو نيت بريباروه باش يقتلو. علاش قتلوه وعلاش مازال لحد الآن الشعب الجزائري كي طالب بدولة مدنية يكون فيها الجيش بعيد على السياسة والدور دياله هو الدفاع على الجزائر والحماية؟ وعلاش مازال الجزائريين تيقولوا هالعار رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة مخصوش يتدخل في سياسة الجزائر؟ سيداتي سادتي، حلقة اليوم من يحكم الجزائر، التركيبة المعقدة للسياسة الجزائرية، دور الجيش والجنرالات في السياسة، خفايا النظام الجزائري الذي يحكم البلاد والعباد بقبضة من حديد. فشكون فعلا كيحكم الجزائر؟ واش الرئيس عبد المجيد؟ واش العسكر والجنرالات؟ واش المخابرات؟ واش فرنسا من وراء الستار؟ وشنو كان في البنود السريه ديال معاهده ايفيان اللي بيها خرجت فرنسا من الجزائر؟ الحلقه ديال اليوم فيها شلابك معلومات على حكايه تاريخ سياسي الجزائر، الصراع الابدي ما بين العسكر والسياسه. غير تبعوا معايا حتى الاخر، اعطونا لايك واشتركوا في القناه وتابعوني على الانستغرام. ها هو الانستغرام على بركة الله نبدأ.
نوفمبر 1954، قرن 30 عام داز على احتلال فرنسا للجزائر. فاقوا شباب المجموعة 22 مع الصباح قالوا اش غنديروا منديروا غنجريوا على الفرنسيس من البلاد. عيط محمد بودياف على مصطفى بلبول عيد وديدوش مراد كريم بالقاسم رابح بطاط العربي بالمهيدي قالوا ارا جيب تا ديولك ونجيب انا ديولي ورواح نديروا لفرنسا عرادة. شنا هي كلمة السر؟ هي خالد عقبة وتعاهدوا باش يطردوا الاستعمار الفرنسي. وبدات الثورة المسلحة، ثورة التحرير الجزائرية وتقسموا الخمسة الولايات. مراكز القرار كانوا كيجيو من عند ثلاثة ديال الجوايه واللي كانوا كيتسماو بالباءات ثلاث. كريم بالقاسم وزير القوات المسلحة في الحكومة المؤقتة قبل الاستقلال وشاد الولاية الثالثة والرابعة. عبد الحفيظ بوصوف مسيطر على المخابرات ديال الثورة، قائد الولاية الخامسة وتحته 1500 شخص تحت السيطرة ديالو. هو اللي نشأ جيش الحدود ودار في القيادة ديالو صحيبو بومدين وعاد الخضر بن طوبان اللي تابع عليه الولاية الثانية. نايدة والصراع على الزعامة في اتخاذ القرار ما بين الباءات الثلاث. ومور هذا الخلاف الحاد بان في الساحة محمد ابراهيم بخروبة الملقب بهواري بومدين اللي تعين على رأس قيادة الأركان الجيش. 7 سنين ديال التقاتيل والتفرقيع والتفرشيخ ضد الفرنسويين، حرب العصابات لمليون ونص مليون جزائري ماتوا فيها شهداء حتى 5 يوليوز 1962 مور وقف إطلاق النار والسنة ومعاهدة إيفيان السرية وخرجات فرنسا وخرجوا الجزائريين للشوارع باش احتفلوا هازين الرايات. شي فرحان شي كيشطح كل شي هو هداك. لكن اللي ما كانوش عارفين ان غينوض الصراع على السلطة وشكون غادي يحكم. وفي الاخر اللي كان عنده الجيش كبير والقوي هو اللي غلب، واللي كان هو جيش الحدود بقيادة هواري بومدين. وبغى ياخد السلطة هو وعشرانه اللي تسماه بمجموعة وجدة وهما الضباط العسكريين السياسيين وكانوا اغلبيتهم من الجالية الجزائرية المقيمة في المغرب منهم بوصوف وبوتفليقة. لكن المشكلة ان بومدين ما كانش معروف عند الشعب الجزائري ومش من المؤسسين ديال الثورة، داكشي علاش دار خطة جهنمية شكون غادي يحط في الواجهة ويحكم هو من وراء الستار. في الأول كان الاختيار على بودياف، لكن بوتفليقة شاف أنه من الأحسن يكون بن بلة اللي محبوس في فرنسا حيت في نظره غير خبز ربي في طبقه وساهل يسيطر عليه. أصلا اللي كان مفروض يكون وهو الحكومة المؤقتة هي اللي غتشد السلطة مورا الاستقلال، لكن حرب أخرى ناضت غدات الاستقلال وهذه المرة مش الجزائريين ضد فرنسا بل حرب الجزائريين ضد الجزائريين. قتال ما بين قادة الولايات ماتوا فيها بزاف ديال حايا. ودخل بومدين بجيش الحدود من المغرب العاصمة الجزائر واستولى على الحكم بالقوة وهكا سيطر العسكر على السياسة. وجاء أول رئيس بن بلة مدعوم بجيش الحدود اللي كان تحت القيادة ديال هواري بومدين ضدا في الحكومة المؤقتة برئاسة يوسف بن خدة. ومع طلع بن بلة للحكم باقي تما سخن بلاصتو بدا كيانستالي دواليب الحكم ديالو مع عشير بومدين وجرى على كاع رفاقو اللي كانوا معاه في الثورة. بدا بالحسين أي تحمل حكم عليه بالإعدام وداز الفرحات عباس داروا في الإقامة الجبرية. محمد بوضياف تاهو تحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر على الدولة لكن ما تنفذش فيه الحكم وهرب للمغرب. محمد شعباني الإعدام، عبد العزيز بوتفليقة بزز عليه يستاقل واضطروا الأخرين يهربوا لخارج البلاد. سيري أيام وجي أيام وجي 19 يونيو 1965، اجمع بومدين العساكرية ديالو دخل بالدبابات لقاع أنحاء العاصمة، طوق راديو تلفزيون الجزائر ومقر حزب بن بلة والبريد المركزي للجزائر. دخلوا على بن بلة في انصاصات الليل وكتفوه ونفوه لخارج البلاد في الإقامة الجبرية. وطلع بومدين لحكم الجزائر، أعلن على إنشاء مجلس الثورة وعطى لراسه السلطة العسكرية والسياسية في البلاد. بومدين اللي نصب راسه رئيس الدولة ووزير الدفاع وقائد أركان الجيش وهكا سيطر العسكر على السياسة في الجزائر. أيها الشعب الجزائري الأبي، لم يكن صمتك خوفا أو خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم. أعطينا لهم السلطة فاسترديناها منهم، طلعت تاكل الكرموس نزل حنين ننزل. 13 عام من حكم بومدين للجزائر عاشت البلاد تحت راية الحزب الواحد، اقتصاد الواحد، الرأي الواحد، وكان عهد الكلمة العليا للعسكر. تدوي ترعف السيطرة التامة ديال الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية، لا تعددية حزبية لا أنشطة معارضة، اللي عارض كيعتقلوه والبعض كيهربوا للخارج، لا برلمان لا سلطة مضادة ما كيعترفوش بمبدأ فصل السلطة. صافي كاين حاكم واحد هو بومدين، قمع الحركات والاحتجاجات الشعبية وهكا سيطر العسكر على السياسة. طراو عليه تاهو محاولات انقلابية بحال في دجنبر 1967 ومن عند من داك الشخص اللي كان قريب ليه واللي عاونو باش ينقلب على بن بلة اللي هو الميليتير
الأخير طاهر الزبيري، لكن عنده الزهر انقلاب فشل وهرب الزبيري لتونس ومنها لأوروبا. وخاو كاك بومدين حبوه الشعب، كانت عنده كاريزما قيادية لأنه كان باغي يرجع الجزائر قوة اقتصادية وإقليمية، وطلق مشاريع التنمية لفائدة الشعب الجزائري. الزبلة اللي دار هي نهار قرر باستشارة ديال وزير الخارجية ديالو عبد العزيز بوتفليقة يجري على 350 ألف مغربي من الجزائر ومصادرة الأملاك ديالهم ضدا في النظام المغربي على المسيرة الخضراء، قضية اللي تسمات بالمسيرة الكحلة. وراه تما غتبدا تبان المسألة ديال العدو الخارجي اللي هو المملكة المغربية، وغادي نشرحوها من بعد. غادي نشرحوا علاش بالنسبة للجزائر العدو رقم واحد هو المغرب. سيريا أواخر دجنبر 1978 مات الراحل هواري بومدين، قالوا مات بتسمم. أو تاني طرى خلاف كبير على الخلافة، خلاف داخل جبهة التحرير الوطني على شكون غادي يحكم موراه. كان الاختيار بين وزير الخارجية بوتفليقة وصالح يحياوي رئيس حزب جبهة التحرير الوطني. كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة؟ فوداعا يا هواري بومدين، الوداع يا بومدين. شكون غادي يولي رئيس؟ شي تيقول بوتفليقة، الاخرين كيقولوا يحياوي، ناض واحد كيسميه قاسم رباح هو مدير المخابرات العسكرية الجزائرية، وهو المسؤول على كاع الأجهزة الأمنية، البوليس، الدراك، الأمن الوطني، ومعاه الجنرال العربي بالخير قائد الأركان. قال لهم ما غيطلع لا هذا لا ذاك، واش نتوما باغين تسبقوا السياسي على العسكري؟ هبلتوا ولا مالكم؟ وشكون جابوا؟ الرجل القوي في الجيش، قائد الناحية العسكرية الثانية، وزير الدفاع العقيد شادلي بن جديد. وعاوتاني رجعات المؤسسة العسكرية هي اللي مسيطرة على السياسة، وفراسهم انه غيكون هو الواجهة، وهما العسكر الجنرالات غادي يبقاو يتحكموا في السلطة من وراء الستار. 5 أكتوبر 1988 سعر البترول في العالم هبط بنسبة 75%، البرميل مبقى ساوي 10 دولار. البترول اللي هو الركيزة الأساسية ديال الاقتصاد الجزائري وعليه وقف البلاد. وصلت المديونية الخارجية تاع الجزائر إلى 18 مليار دولار، وانهار البترول. الجزائر عاشت أزمة اقتصادية رهيبة، ارتباك حكومي ومشاكل اجتماعية، الشوماج، غلاء المعيشة، وبنادم ملقى ما ياكل، والشركات الوطنية دارت إفلاس، خصوصا مورما الشادلي بن جديد دارها قد راسه وخاطب الجزائريين بغضب وقال ما تاكلوش اللحم، راه المصريين ما كلوش اللحم راه ما ماتوش. فخرج الشعب الجزائري عن بكرة أبيه، مظاهرات انتشرت في ربوع البلاد كالنار في الهشيم، من باب الوادي والرويبة والحراش، عرضوا طوبيس ونزلوا الركاب وشعلوا فيه العافية، واتكاوا المتظاهرين على كاع رموز الدولة اللي بانت ليه شي مؤسسة كيدخلوا ليها ويخربوها، وتحولات العاصمة وعنابة والبليدة لبؤرة الاحتجاج وأعمال التخريب والحرق ومحاولة اقتحام منازل شخصيات نظام الحكم. ردة فعل الجيش كانت غير متوقعة، أعلن الشادلي بن جديد على حالة طوارئ وفرض حظر التجوال في الليل، وبأوامر من وزير الدفاع الجنرال خالد نزار نزلوا العساكرية بالدبابات والعربات العسكرية، وبدأوا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وداروا مجازر راحوا فيها مئات الأرواح، 500 قتيل وآلاف المختطفين قسرا في البنيقات ديال الأجهزة الأمنية. الجيش الوطني الشعبي المكون من أبناء عامة الشعب تير القرطاس الحي على أبناء عامة الشعب، ومنين سولوا خالد نزار علاش، قالهم حقا ما عدناش الرصاص المطاطي، وتوسعت حملة الاعتقالات وسالت دماء الجزائر. الجزائريين 5 أيام ديال الاحتجاجات بدلت الجزائر الجمهورية جديدة، بزز منه الرئيس تبنى مشروع دستور جديد، جمهورية تعددية كيتنافسوا فيها بزاف ديال الأحزاب على السلطة، وتطلق اللعب للأحزاب الإسلامية المشاركة في الانتخابات والحرية الصحافة والجمعيات. في الأول بان هادشي زوين، أقول هذا العمل لفائدة من؟ هل بالكفية هذه أننا نعالج مشاكلنا؟ هل بالكفية هذه نصلح أمورنا؟ نقول لا. وأخيرا الشعب الجزائري غيعيش الحرية، وأخيرا غيتفكوا من نظام العسكر والجنرالات ونظام الحزب الوحيد. لكن اللي وقع ما كانش في الحسبان. مطلع التسعينات كان المشهد السياسي جد محتدم، بحيث ظهرت معارضة إسلامية سياسية لأول مرة في البلاد بقيادة عباس مدني زعيم الجبهة الإسلامية الإلقاد المعروفة بالفيس. هذا الحزب الإسلامي كان واجد باش ينتزع أكسجين السلطة من الجبهة التحرير الوطني الاشتراكية اللي كان هو الحزب الحاكم، وكان امتداد للنظام الجنرالات. دجنبر من نفس
العام دخلت الجبهة الإسلامية الغمار الانتخابات البرلمانية وفازت بأغلبية ساحقة وخدات أغلب المقاعد، لكن الجنرالات مستحيل يسمحوا في السلطة وايلي، وبالتالي نادوا الغاو نتائج الاقتراع وعلنوا السيطرة الفعلية ديال الجيش على السلطة. بعدها بعام بزوا على الشاذلي بن جديد يقدم استقالته وسط هذا الوضع الملتهب اللي توج بحضر الجبهة الإسلامية من العمل السياسي واعتقال كاع الرجالات ديالها. وهنا كانت الانطلاقة الفعلية ديال الحرب الأهلية الجزائرية اللي تسمات في الأرشيف السياسي بالعشرية السوداء، الروينة ديال بصح بين الجماعة الإسلامية المسلحة الجية بقيادة عبد الحق العيايدة والجيش الجزائري. الجزائريين كيف يقوي نعسوا على أخبار الإرهاب، صراع بلغة الحديد والنار تقتل فيه 200 ألف جزائري بالرصاص الحي، والمرة الرابعة غادي يسيطر العسكر على السياسة في الجزائر. نسى أن في 97 كان العسكر متهم خارجيا بأنه يقف وراء المجازر. الجبهة الإسلامية شنو كانت باغا؟ كانت باغا تبدل الجمهورية الجزائرية لدولة إسلامية بمبدأ الخلافة. البلان اللي داروا لي جينيرو مطاورين تاهما، داروا انقلاب على الشاذلي بن جديد. شكون هما بعد هاد لي جينيرو؟ عندك سيدي الجنرال خالد نزار، الجنرال محمد العماري، الجنرال توفيق العربي بالخير، الجنرال المختواتي، وكبار قادة الجيش. وهادو كلهم سمعوا مزيان، حسب ما جاء في الكتاب في أصل المأساة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر، هادو ما هم إلا ضباط فرنسا او كابرانات كانوا في الجيش الفرنسي واخترقوا الثوره الجزائريه وداروا واحد اللعبه في شكال، استولوا على السلطه وكيحكموا الجزائر من وراء الستار. اش داروا؟ وارق ليا على بلان، فرضوا على بن جديد يقدم الاستقاله ديالو باسم المصلحه العليا، بن جديد حط الديميسيون ديالو ومشاو كيقلبوا على شكون غادي يجي في بلاصتو باش ينقض النظام، واتهموا الفيس بالارهاب ومنعوها من العمل السياسي. في الاول كانت عينهم على عبد العزيز بوتفليقه بصفته سياسي عنده شرعيه تاريخيه، مزيان ليهم غادي كال الشعب. بوتفليقة عرف القضية محاكة، قال لهم انا جاي غادي نمشي لسويسرا نقضي واحد الصخيرة ونجي، وفي الاخر ذهب ولم يعد. ودابا شكون غادي يفك لهم هاد الحريرة؟ يناير 1992 ما غيبان لهم في البلان غير بوضياف. بوضياف اللي كان هارب للمغرب جابوه العسكر وقنعوه باش ينقذ الجزائر من حرب أهلية ويترأس المجلس الأعلى ديال الدولة. ولكن بوضياف منين بغى يدير فيها كين وما يسمعش الهضرة ديال الجنرالات وقال باللي غادي نغير النظام من جدر، أو هما يجدروا ليه كيف ما قلنا في أول الفيديو. بوضياف لا يعرف النظام، لا يعرفه من الداخل. أسوأ 10 سنوات في تاريخ الجزائر كانت هي العشرية السوداء من 1991 إلى 2002. الجزائريين ولو كيفيقوا على القتيلة وكينعسوا على القتيلة. المؤسسة العسكرية استدعت الجهاز ديال المخابرات. هنا فين غادي يبان الجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، والحكم ولا في جهاز المخابرات والمؤسسة العسكرية. او تاني بداو كيقلبوا شكون يولي رئيس الدولة. اليمين زروال ما قنعهمش، اصلا المعارضة تقول ان الانتخابات كانت مزورة، وفي الاخير غادي يجيبوا المخلص ولد مدينة وجدة عبد العزيز بوتفليقة. خدا الحقيبة ديال وزير الدفاع فكان رئيس الدولة وفي نفس الوقت وزير الدفاع. وهنا غادي تبدا قصة أخرى. الصراع غادي يزيد ينوض مع قائد أركان الجيش محمد العماري. لارمي ne s'occupe que de ses missions constitutionnelles. Tout le reste n'est que mensonge. Je vous le dis, je répète, n'est que mensonge. غادي تزيد تشبك مازال وغادي تترون ديال بصح. غنعاودوا على هذا الشيء في الحلقة الماجية اللي غادي نشرحوا فيها مزيان كيفاش من كابرانات فرنسا ولاو كيحكموا الجزائر، وشكون هما الجزائريين الحركة اللي كرمهم ماكرون وطلبات منهم فرنسا السماح مؤخرا. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سلات. شكرا لكم بزاف على المتابعة، ما تنسوش تعطونا لايك وتشتركوا في القناة وتتابعوني على الانستغرام. ها هو الانستغرام، هو هذا الانستغرام. كان معاكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرات. السلام عليكم، دوزوا بخير. للعقيدة التي كانت سائدة عند قادة المؤسسة آنذاك، وهي أن الرئيس الذي يأتون به يجب أن يكون ضعيفا أمام المؤسسة العسكرية.